صباح الخير مستمعينا الكرام، تحية طيبة للجميع في عدد هذا اليوم من برنامج ضيف صباح أسعد فيه باستضافة مدير الأنظمة المعلوماتية بوزارة التربية الوطنية السيد غانم عمارة. صباح الخير سيدي الكريم. صباح النور، شكرا على الاستضافة. شكرا لك. من خلالكم قناة الأولى للإذاعة الجزائرية. شكرا جزيلا لك سيد غانم عمارة، أنت على تلبية هذه الدعوة. سيد غانم، اليوم سيتم إطلاق نظام الترقية بوزارة التربية الوطنية، كان من الملفات الشائكة دوما التي قيل حولها الكثير من حيث عدم احترام المعايير أو عدم توفر مبدأ تكافؤ الفرص. اليوم تطلق اليوم وزارة التربية الوطنية أرضية رقمية، ما هي الخصوصية التي توفرها هذه الأرضية الرقمية وهل ستوفر معاملة منصفة للجميع؟ كما تفضلت سيدتي، تدخل هذه العملية في إطار المحور الثالث من مخطط عمل وزارة التربية الوطنية الذي يهدف إلى تحسين الحكمة في تسيير قطاع التربية الوطنية، وفي إطار ولا منظور ترقية الخدمة العمومية. وهذا النظام الذكي الذي يدخل اليوم حيز الخدمة من خلال بوابة أو منصة إلكترونية تم تصميمها وتطويرها خصيصا لهذا الغرض، وتدخل هذه المنصة في إطار بعد تسجيل مصالح وزارة التربية الوطنية لمجموعة من النقائص والاختلالات في التسيير والأداء على مستوى المصالح الغير ممركزة لوزارة التربية متمثلة في بعض مصالح لمديرية التربية بالولايات، والتي تعود أساسا إلى شغور عدد معين من هذه المناصب العليا، وتارة أخرى لتكليف مستخدمين بالرغم من توفر مستخدمين آخرين أو موظفين يستوفون الشروط القانونية التي تؤهلهم لشغل هذه المناصب العليا. يعني كان هناك عدم تكافؤ في الفرص، هل ستضمن تكافؤ الفرص هذه الأرضية والافتتاح تاعها سيكون اليوم؟ أولا بخصوص هذا النظام، جاء بعد دراسة دقيقة وحديثة للوضعية على المستوى المحلي ومستوى مديرية التربية بالولايات، والهدف من هذا كما تفضلت أنه يكون الموظفين جميعا والذين يستوفون الشروط والراغبين في الترشح يعني سواسية من حيث، وستكون معالجة هذه الطلبات بطريقة شفافة وحيادية من خلال نظام تم تطويره خصيصا نظام ذكي يقوم بحساب النقاط المحصل عليها لكل موظف مترشح أو راغب في الترشح لهذا النظام بناء على مجموعة من المعايير تم إعدادها ومن طرف لجنة مختصة ولجان مختصة على مستوى وزارة التربية. من أهم المعايير وهي الوضعية المهنية الحالية للموظف، الخبرة المهنية التي استفاد منها أو تحصل عليها الموظف سواء داخل القطاع أو خارج قطاع قبل أن يتوظف في القطاع، المؤهلات والشهادات، المهارات سواء التحكم في التكنولوجيات، التحكم في اللغات أو التحكم في مهارات أخرى تسمح له بتبوء هذه المناصب. كيف ستتم عملية دراسة الملفات لو كان هناك ربما تكافؤ أو نفس المعايير تتوفر في أكثر من مترشح؟ أولا قبل أن نتكلم عن المعايير، هناك شروط قانونية نص عليها المرسوم التنفيذي رقم 13159 مؤلف في 15 أبريل 2013. من بين الشروط أنه يلتحق بهذه المناصب مجموعة من الموظفون الذين ينتمون إلى 32 رتبة، من هذه الرتب تنتمي إلى القانون الأساسي الخاص بالأسلاك المشاركة أو القانون الأساسي الخاص بأسلاك التربية الوطنية، وفي حين هناك بعض المعايير الخاصة. إذا كان تكلمنا على هذه المعايير، هناك مثلا نحن في على مستوى المصالح غير ممركزة لوزارة التربية الوطنية، هناك مصالح إدارية محض مثلا مصلحة المستخدمين، مصلحة المالية والوسائل، هناك مصالح بيداغوجية مثلا مصلحة تكوين التفتيش ومصلحة التنظيم التربوي. بالإضافة إذا كان رحنا المصالح الإدارية أو مصالح بيداغوجية، هناك تخصصات مصلحة الموظفين تختلف عن
مصلحة المالية والوسائل أو مصلحة البرمجة المتابعة أو بعض المكاتب النشاط الاجتماعي. معناها هنا وزارة التربية الوطنية ركزت كثيرا على ما يعرف بالملمح أو التخصص حتى نقدر نضع الرجل المناسب في المكان المناسب حتى يكون على لديه يعكس إيجابا ولا ينعكس إيجابا على أداء المصلحة ويقدر هذا الشخص يأثر على الموظفين الذين تحت مسؤوليته باش ومن خلال القدرة على إثارة دافعية الموظفين نحو العمل وتأطيرهم في مجموعة ولهدف واحد مشترك. ما هي الأجل الزمنية لمعالجة الملفات والرد عليها سيد غني؟ بخصوص هذا النظام سيكون متاحا على طول يوميا لأننا نعرف أن هذه المناصب تشغل من حين إلى آخر ويمكن اليوم أحد الموظفين لا يرغب في الترشح ممكن أنه في يوم من الأيام يرغب في الترشح. حنا على مستوى وزارة التربية الوطنية حاولنا باش من نخلو الأبواب الترشح أو الرغبة الترشح مفتوحة للجميع وحتى كذلك وزارة التربية يكون عندها مولد بشري كف لتمكينه من شغل هذه المناصب. كما تعلمين سيدتي هناك بعض المصالح التي نعاني عديد من المرات أنها تبقى شاغرة لمدة معينة شهور ومن خلال هذا النظام يمكننا أن يكون هذا المناصب تشغل بصفة آنية ومستمرة بناء على هذا المولد البشري واستمرار. نعم. بالنسبة لي هل سيوفر هذا النظام الشفافية في المعاملة؟ لا يكون هناك تدخلات وساطات محاباة في التعيين؟ جاء هذا النظام في هذا الإطار. أولا أنه باش الهدف منه هو تقليص تدخل العنصر البشري في معالجة هذه الملفات لأننا اليوم التكنولوجيا تسمح لنا بقيام بمجموعة من العمليات أو رقمنة مجموعة من العمليات ومن خلال هذا النظام الذي هو الميزة التي تتميز بها وزارة التربية الوطنية أنها تعتمد في أغلب العمليات التي تم رقمنتها على كفاءتها المتوفرة سواء على مستوى وزارة التربية الوطنية أو مستوى مديرية التربية بالولايات. بالنسبة في إطار الرقمنة دائما سيد غانم عمارة مدير الأنظمة المعلوماتية بوزارة التربية الوطنية أطلقت وزارة التربية الوطنية خلال بداية هذه السنة تحديدا بتاريخ 3 جونفي تم الإمضاء على اتفاقية بين وزارة التربية ووزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لتعميم استخدام خدمة الدفع الإلكتروني لحقوق التسجيل. كيف كان التفاعل مع هذه الخدمة؟ بخصوص هذه الخدمة التي دخلت حيز الخدمة يوم 3 جونفي مزامنة مع انطلاق التسجيلات في الامتحانات المدرسية دورة 2021 الهدف من هذه الخدمة التي هي خدمة كان تجاوب معتبر وكبير من طرف سواء الأولياء سواء المترشحين الأحرار لأن هذه الخدمة تستهدف فئة التلاميذ المتمدرسين وفئة المترشحين الأحرار وكان هناك إقبال من طرف المترشحين أنفسهم وتدخل هذه الخدمة في إطار التنسيق المستمر والدائم بيننا وبين وزارة البريد والمواصلات السلكية ومن خلال هذا التنسيق تم إبرام اتفاقية الاستفادة من المنصة الرقمية لبريد الجزائر التي تسمح لنا من استغلالها وتسمح للأولياء الذين أبنائهم مترشحين لهذه الامتحانات من دفع حقوق التسجيل لهذه الامتحانات باستعمال بطاقة ذهبية عبر الانترنت. سيد غانم بالنسبة لقطاع الرقمنة رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون شدد في أكثر من مناسبة على الإسراع في الرقمنة في كل القطاعات والعمل بطريقة أكثر إلكترونية للتسريع من وتيرة العمل وتسهيله. ما هي الاستراتيجية المعتمدة من قبل وزارة التربية لإنجاح هذا المسعى وإن كانت قد قطعت أشواط معتبرة في ذلك؟ في وزارة التربية الوطنية تعتبر عملية الرقمنة عملية هامة نظرا لما تقدم هذه العملية عملية الرقمنة سواء في الآجال سواء في نوعية الخدمة سواء في
إضفاء الشفافية في العمليات ومبدأ تكافؤ الفرص. وكما تعلمين وزارة التربية الوطنية تعتمد جزء كبير من العمليات التي تعتمدها هي عملية الرقمنة من خلال استغلال الكفاءات كما تفضلت، سواء متخصصة في مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصال، سواء كفاءات أخرى في رقمنة القطاع. وكان لوزارة التربية خلال السنة الماضية سنة 2020 خلال أنه تم تعليق الدراسة يوم 12 مارس، أي أسبوع قبل الخروج التلاميذ إلى العطلة، عطلة الفصل الثاني، بدأت مباشرة وضعت وزارة التربية خطة طوارئ لضمان على الأقل التواصل بين التلاميذ والتعليم من خلال مجموعة من الإجراءات. الإجراء الأول هو تسجيل دروس الفصل الثالث، فصل الثاني من السنة الدراسية 2019-2020، وبثها عبر مختلف منصات اليوتيوب، عبر قنوات الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، 13 نقطة بث عبر اليوتيوب، بالإضافة إلى أرضيات الدعم المدرسي لمختلف لفائدة التلاميذ المترشحين للامتحانات المدرسية لنهاية السنة دورة 2020، بالإضافة إلى كما كان بالنسبة لنا اليوم اللي راح نكسب، وهي قناة السابعة، قناة المعرفة اللي نحتز بها. ولكن يبقى بين التحديات والتعليم عن بعد سيد غانم الذي يفرض الظرف الحالي، وأيضا تطور التكنولوجيا المتسارع، لأنه المشهد التكنولوجي لا ينفك، يتحول ويتغير بابتكارات جديدة. متى يمكن الحديث عن المدرسة الرقمية؟ هنا في سؤالك فيه شقين، بخصوص المدرسة الرقمية، وكانت الانطلاقة من خلال زيارة السيد الوزير الأول إلى ولاية باتنا والإعلان عن انطلاق سنة دراسية في مرحلة التعليم الابتدائي. من خلال كان خلال زيارة السيد الوزير الأول وبرفقة السيد وزير التربية الوطنية، كانت هناك مدرسة نموذجية رقمية، تم من خلالها تجهيز 10 أقسام رقمية نموذجية، وتجهيز ومنح جميع تلاميذ تلك المدرسة لوحة إلكترونية تتوفر على تطبيق تم تطويره وتصميم طرف كفاءات القطاع، يحتوي على كتب المدرسية لجميع المستويات. هذه النقطة الأولى. بخصوص النقطة الثانية اللي هي التعليم، بخصوص التعليم عن بعد، كما تفضلتي وزارة التربية الوطنية لا تزال تسجل وتقوم ببث الدروس، سواء على قناة المعرفة، سواء على قنوات اليوتيوب للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد. هناك مشاريع مستقبلية لتعليم التعليم عن بعد واستعمال اللوحات الإلكترونية؟ أكيد، نحن في هذا في اتصال دائم مع شركائنا ومع الحكومة حتى نتمكن من تجسيد هذا المشروع وتعميمه على مستوى مدارسنا الابتدائية. أطلقت وزارة التربية من خلال هذه الجائحة عديد التطبيقات والبرامج الرقمية، ما هو تقييمكم لمختلف التطبيقات؟ وهل هناك ربما برامج خطوات أخرى لتحسين المحتوى؟ كيف كان التفاعل مع الأسرة التربوية والمواطنين؟ كان بخصوص التفاعل، كان تفاعل إيجابي من خلال مختلف المنصات التي تم إطلاقها من طرف وزارة التربية الوطنية. وفي هذا الصدد نحن على مستوى وزارة التربية لازلنا نعمل حتى نحقق الأهداف المسطرة إليها، سواء في مخطط عمل الحكومة أو مخطط عمل وزارة التربية الوطنية. والعمل لا يزال مستمر، وهناك مجموعة من المشاريع سيتم الإعلان عليها في الأيام أو الأشهر القادمة إن شاء الله. مثل على غرار؟ لا يمكنني إفصاحها اليوم. بالنسبة لي دائما في التحدي التعليم عن بعد، نظام الإعلام الآلي أو الآن يفرض نفسه، هناك تفاوت في استخدام هذه التكنولوجيا من قبل التلاميذ، هل هناك ربما مشاريع لتكثيف استخدام الإعلام الآلي عند من ضمن المناهج التربوية؟ في هذا الموضوع، بخصوص الموضوع، وزارة التربية الوطنية وبعد إعدادها لتنظيم مدرسي استثنائي يتوافق مع الوضعية الحالية، وضعية انتشار وباء كورونا، كانت هناك تحرير للمبادرات. معناها هنا الأستاذ بالتنسيق مع الأولياء والمديرين له الحرية في استغلال جميع المنصات المفتوحة والممكنة والمتاحة، سواء نذكر مثلا كلاس روم، زوم،
مجموعه من الوسائل. معناها هنا بدينا في تحرير المبادرات، وفي هذا الاطار هذا في حد ذاته هو تكوين للاساتذه وتكوين للتلاميذ حتى يكونوا، لأن هناك تفاوت في استخدام التكنولوجيا حتى عند الاساتذه. هناك برنامج تقوم وزارة التربية الوطنية بإعداده من أجل تكوين الأساتذة في هذا المجال حتى نتمكن مستقبلا باش نوصل ونحقق الأهداف المنشودة والمسطرة. ما هي العراقيل الحقيقية الآن التي تصنفكم في الميدان من أجل توفير أو بعد مدرسة رقمية تعتمد على وسائل التكنولوجيا أكثر حداثة؟ ربما المعيقات التي هي لأنه نجد على مستوى ربما الإدارات والمستخدمين هناك أشواط قطعت، ولكن بالنسبة للتعليم في الأطوار الثلاث هناك تأخر كبير. هناك تفاوت في حقيقة تفاوت في 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 الموارد المادية من مدرسة إلى مدرسة خاصة. وهنا كما تفضلت وزارة التربية حاولت من خلال مجموعة من الإجراءات أنها تحرر المبادرة، وكل مدرسة ولا كل مؤسسة لها حرية في استغلال أي مورد ولا مورد تكنولوجي متاح من أجل ضمان تعليم أبنائنا التلاميذ خلال تواجدهم في البيوت. في بعض الأحيان تطلق المنصات الإلكترونية، ولكن الشريحة المستهدفة تجد صعوبة في التعامل واللجوء إلى هذه المنصات بسبب الضغط مثل ما يفسر دائما. هل تم معالجة هذا الاختلال؟ ضغط من أي جانب؟ الضغط الولوج إلى في استخدام المنصات الإلكترونية بخصوص الضغط. احنا دائما عندما نقوم بدراسة المشروع من بين الدراسات التي نقوم بها على مستوى وزارة التربية هو عدد المستفيدين من هذا النظام، ودائما احنا نحرص باش يكون هذه المنصات تتجاوب مع العدد المعين الذي يلج لهذه المنصات الإلكترونية. ما هي المشاريع المستقبلية في وزارة التربية الوطنية؟ هناك مشاريع سيأتي الوقت اللي نتكلم عنها إن شاء الله. شكرا جزيلا لك سيد عمارة غانم مدير الأنظمة المعلوماتية لوزارة التربية على كل هذه التوضيحات. شكرا سيدتي. شكرا سيدتي. شكرا لكم مستمعينا، إلى اللقاء.